اهلا وسهلا بكم معنا من جديد في قناة مروكان كوكينغ. اليوم غادي نشوف واحد الحلوة سهلة بحال ديما بمقادير جد بسيطة لهذا الكيفية. كنحتاجو عندنا كاوكاو اللي عندنا مسلوق مزولين له القشرة ومحمر في الزيت ومطحون مطحون مزيان حتى كيجينا على هذا الشكل هذا، كيجينا معلك مطحون مزيان القليب باش كنحصلو على هذا اللون هذا. وكنحتاجو ايضا واحد نص كيلو ديال البسكوي، اي نوع ديال البسكوي عندك واي نوع كتفضلي. عندي هنا معلقه ديال الفاني باش نكهو الحلوه ديالنا، وعندي هنا تقريبا واحد نص كيلو ايضا ديال الشوكولات الابيض. ولا ما عندكش الميزان كناخدو بكيه صغيره ديال الشوكولات، وبعد كنضيف ليها هاد 6 الحبات هادو ديال الشوكولات باش كنكمل نص كيلو تقريبا. نص كيلو ديال الشوكولات، نص كيلو ديال البسكوي، ونص كيلو ديال الكاوكاو اللي ديجا قلنا مسلوق مزولينو القشره ومقلي في الزيت، وهذيك المعلقه ديال الفاني. وعندي هذا المول هذا، انا اختاريت هذا عجبني، وانتي سيدتي على حسب دائما الموجود اختاري اي مول عندك. ما كنزيروش راسنا باللي كنسلكو. الو غنمشي ندوب انا الشوكولات ونرجع. دابا كنضيفو ديك المعلقه الفاني للكاوكاو، عندنا الشوكولاته هو ذوبناه، نحركو دابا الشوكولات مزيان مع الكاكاو اللي عندنا وديك المعلقه ديال الفاني، نخلطو مزيان. نحاولو ندخلو مزيان الشوكولات في الكاكاو. كيف ما يمكن اننا نخلطو كميه ديال الكاوكاو وديال اللوز كيف ما يمكن نديرو اللوز بوحديتو، على حسب دائما، انا دائما كنقول على حسب الموجود. انا فقط عندي هاد الكوموند هادي بالكاوكاو والفول السوداني. دابا غادي نضيف البسكوي، كنشوفو كيفاش البسكوي مطحون، حتى هو راه تقريبا مسحوق مزيان فيهش. نعاود ندخلو البسكوي ديالنا كله حتى هو مع الفول السوداني او الكاوكاو مع الشوكولات وديك المعلقه ديال الفاني، نخلطو مزيان. بعد ما خلطنا المكونات ديالنا كلها تولات على هذا الشكل، كتجينا معلكه، كنصنعو منها كريات بحال هكا، وغادي نبسطوهم في المول. نحاولوا ما امكن ان نبسطوهم مزيان باش ما يخلوشنا هاد الفراغات هادو، حنا ما بغيناش هاد الفراغات. كيجينا تجينا الحلوه ديالنا ما مسوياش وما مقداش. الوغ كندخلو مزيان، نحاولو نخرجو الهواء، كنضغطو ونخرجو الهواء. وكنبقاو على هذا الشكل هذا حتى كنساليو كاع الكميه ديال الحلوه ديالنا، ومن بعد غادي ندخلوها للمجمد حتى تجمد، وغادي نكملو التتمه ديال التزيين ديال الحلوه. التزيين ديالنا ديال الحلوه غادي نحتاجو 4 معالق ديال كراميل نيسلي، كنضيفو ليهم 2 معالق ديال الجليكوز، كنديروهم على نار هادئه حتى كيذوب عندنا الجليكوز. جوج معالق تقريبا كبار. غادي نديرهم على نار هادئه حتى كيذوب عندنا الجليكوز. موجود عندنا الجليكوز وداك كراميل، ذوبناهم مزيان، فانا وضعتهم في كيس بلاستيكي كما كتشوفوا معايا، وعمرنا بهم الحلوه. الحلوه اللي صراحه كتشهي، الشكل ديالها كيجي رائع. كنعمروا هاد الحلوه غير بشويه، كنديروا كيس بلاستيكي باش يسهل علينا هاد العماره هادي ما تضيعش لنا على برا. من بعد كنجيب شوكولات ابيض، كندوب الشوكولات الابيض بحال هكا، وكنوضعو ايضا حتى هو في كيس بلاستيكي باش يسهل عليا تزيين هاد الحلوه هادي اللي انا
كنزينها فقط من الجانب كما كتشوفوا معايا بطريقه عشوائيه. تزين كيبقى لك سيدتي تزينها باللي بغيتي، ضيف لها هاد الحبيبات هادو او هاد العقيق اللي كيتباع في المحلات ديال الحلويات. انا خديت غوز بيبي واصفر وكري خلطتهم باش يعطوني لوين زويون، كنحطهم فوق داك الشكلاط باش يشدوا ليا دغيا دغيا، حيت الشكلاط باقي دايب. وتزيين كما قلت كيبقى اختيار لكل سيده كيفاش كتحب الحلوه ديالها. ملي كنكملوا الكميه ديال الحلوه كلها اللي عندنا، فانا كناخذ هاد الكويغطات هادو كنديروا فيهم شويه ديال الكراميل اللي كنا ديجا حضرناه وجدنا ليه الجليكوز باش كنوضعوا فيه الحبه ديال الحلوه. البطاطا لاصقه لينا في الكويغطات هكا ما كطيحش، من بعد كنوضعوهم هكا في التشوبينات حتى كنضعوهم وكنوضعوهم في الطبق. انا غادي ندير شي وحده في طبق التقديم باش نشوف الشكل النهائي ديالنا ديال الحلوه. الشكل النهائي ديال الحلوه من بعد ما وجدت التفينات تقدمت في طبق التقديم مع العائله. نقول لكم بالصحه والراحه، صدقوني كتجي رائعه وهائله، فيها واحد المذاق رائع. داك الخلط اللي خلطنا ما بين الكوكو والشوكولات البيض كيجي رائع. ما لي انا نقول لكم بالصحه والراحه، بحال ديما ما تبخلوش عندنا باللايك، ومرحبا بكم في قناه مروكان كوكينغ.